حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا الرمضاني صحتي في رمضان معاكم اخوكم الدكتور يوسف تنديل وان شاء الله يا رب قاعد تستفيدون من المعلومات الطبيه اللي قاعد نقدمها لكم اليوم نتكلم عن موضوعين جدا مهمين يمكن الموضوع الاول اللي هو التهابات الاذن الوسطى وكذلك ايضا الاهتمام في كبار السن بالبدايه لازم نعرف ان التهاب الاذن مرض جدا شائع يمكن كثير من الناس ما يعرفون يتصرفون فيه او انه يستعملون ادويه او علاجات خاطئه من غير استشاره الطبيب وهناك ايضا بعض السلوكيات الخاطئه اللي احنا ودنا ننبه عليها ونصححها بالبدايه لازم نعرف ان التهاب الاذن ممكن يكون التهاب بكتيري او انه يكون ممكن التهاب فيروسي في قناه السمعيه او في طبلة الاذن، هذه الامور كلها هو اللي يحددها الطبيب المختص، وطبعا انواع التهابات الاذن كثيره ممكن التهاب الاذن الحاد اللي هو يكون بسبب عدوى فيروسيه او بكتيريه، كذلك التهاب الاذن الوسطى المصحوب بالارتشاح بسبب تجمع سوائل بالاذن، هناك ايضا التهاب الاذن المزمن بسبب مشاكل في الجميع. الجهاز التنفسي او التهاب حاد. الواحد لازم يعرف الاعراض المصاحبه لهذه الالتهابات سواء الفيروسيه او البكتيريا، وطبعا هذه الاعراض تختلف سواء اذا كانت عند الطفل او اذا كانت عند كبار السن، يمكن عند الاطفال ممكن إنها نشوف في الام شديده او ان الطفل يبكي باستمرار، عنده مشاكل بالنوم وعنده مثلا عدم استجابه للاصوات، ممكن ان شخص ينادي الطفل، الطفل ما يرد عليه بسبب مشاكل بالسمع. كذلك ما ننسى اذا هناك كان ارتفاع في درجات الحراره الطفل اذا كان عنده ارتفاع درجة الحراره ممكن هذه بسبب الالتهاب البكتيري او الفيروسي اللي موجود بالاذن او اذا كان هنالك افرازات قاعد تطلع من الاذن او مرات يكون الطفل فاقد للشهيه، اما في كبار السن ايضا راح يكون هنالك الم في الاذن، صعوبه في النوم، افرازات موجوده تخرج باستمرار من الاذن وايضا في ضعف السمع. طبعا احنا دائما نقول ان الواحد لازم ما يهمل اي مشكله صحيه سواء كانت بالاذن او غيرها لكن في بعض العوامل او ان الاشارات ان احنا نقول دائما الواحد لازم يروح الطبيب اذا حاشته هذه الامور اذا كان في الالم في الجهتين او اذا كان في افرازات قاعد تطلع من الاذن او اذا كان الطفل عنده مشاكل او صعوبه بالنوم او عدم استجابه من احد قاعد يناديه كذلك اذا لا سمح الله صار فيه في فقدان للسمع هني طبعا احنا لازم نذكر ونقول بالبدايه يروحون الطبيب المختص، احنا في مراكز الرعايه الصحيه عندنا في المراكز التخصصيه اطباء الانف والاذن والحنجره ممكن انهم يشوفونك ويشخصون الحاله ويقدمون لك العلاج بناء على التوصيات الطبيه السليمه. والصحيحه طبعا ايضا احنا مثل ما ذكرنا عن اهم الاعراض اللي هي المصاحبه لالام الاذن ايضا هناك في بعض العوامل اللي نقول احنا هي تساهم في هذه المشكله منها لا سمح الله اذا كانوا الاطفال صغار بالسن هم اكثر عرضه لهذه الالام كذلك الاطفال الرضع او اذا عندهم اي مشاكل صحيه اخرى، كذلك الاطفال اللي عندهم حساسيه من دواء معين او عندهم حساسيه موسميه او لا سمح الله يقعدون في اماكن فيها تدخين، هذه كلها امور ممكن عوامل خطر تؤدي الى مزيد من المشاكل مزيد من الالتهابات. طبعا مضاعفات مشاكل الاذن كثيره ممكن لا سمح الله قلنا فقدان السمع او تكون في مشكله او ثقب في قبله الاذن وكذلك في خصوصا في مرحله الاطفال اذا كان في مشكله بالسمع ممكن لا سمح الله يتاخر نموه او حركته فلازم جدا ان الواحد يتابع ويحرص وما يهمل خصوصا اذا كان عنده مشكله بالسمع خصوصا للاطفال انه يتابع العيادات المتخصصه على اساس لا ياثر هذا على نموه ومهاراته في الكلام. طبعا العلاج الحمد لله متوفر في جميع مراكز الرعايه الصحيه ويختلف باختلاف الحاله، فدائما ننصح انه تروح الطبيب المختص على اساس يحدد لك هل انت محتاج فقط متابعه او تحتاج الى نوع من انواع المضادات الحيويه، ودائما احنا نقول ان الوقايه خير من العلاج. دائما تحرص ان تبتعد عن السلوكيات الخاطئه ان تحط عود الأدون او يعني لا سمح الله تتجنب ان الشامبو او المياه تدخل داخل الاذن وتبتعد عن الاماكن اللي فيها تدخين وغيرها من هذه الامور ان شاء الله تكون هذه المعلومات فادتكم وبدنا الله بعد الفاصل راح نتكلم عن كبار السن رجعنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامج صحتي في رمضان يمكن تكلمنا قبل الفاصل عن مشاكل اللي تصيب الأطفال وكبار السن اللي هي التهاب في الأذن الوسطى. والامور المصاحبه لها من اعراض وطرق الوقايه والابتعاد عن عوامل اللي هي ممكن تسبب هذه المشاكل دائما نحرص ان احنا نراجع الطبيب المختص اليوم ايضا ودي اتكلم في حلقتنا عن فئه كبيره في المجتمع الكويتي ولازم نسلط الضوء عليهم وهم كبار السن بالبدايه لازم نعرف ان كبار السن لهم اولويه عندنا في الرعايه الصحيه وايضا في تقديم الخدمات الصحية لازم أن إحنا الواحد يتابعهم باستمرار فأي شخص عنده كبير بالسن في البيت لازم أنه هو يتابع معاه لا سمح الله هل هو إذا كان عنده أمراض مزمنة يتابع في عيادة الأمراض المزمنة سواء لمرض السكري لارتفاع ضغط الدم أو أيضا للصحة النفسية الصحة النفسية جدا مهمة لكبار السن خصوصا هم في هذه المرحله من العمر كثير منهم ياخذ كثير من الادويه وهم عندهم مشاكل لا سمح الله في الذاكره قد ياخذون ادويه خاطئه فاحنا دائما نحرص انه يكون لكبير السن شخص هو يرعاه هو اللي يقدم له الرعايه الصحيه وكذلك يكون في متابعات دوريه لان كبير السن دائما ممكن يتعرض لتغيرات سواء هرمونيه سواء لبعض الادويه بناء على تقدم العمر ممكن يصاب ببعض الامراض تحتاج الى متابعه وتغيير في بعض الادويه فاحنا عندنا في مراكز الرعايه الصحيه عياده كبار السن بالبدايه احنا دائما نحرص ان كبار السن ويعملون فحوصات دوريه سواء سنويه او كل ست اشهر بناء على حالتهم المرضيه ودائما نحرص ان احنا لما يجوننا كبار السن نتاكد من بعض المعلومات اللي هي هل هم قاعد ياخذون ادويتهم بانتظام؟ هل عندهم اي مشاكل صحيه من دواء معين قاعدين ياخذونه؟ هل عندهم مشاكل في بلع او يعني مو قادرين ياخذون دواء معين او هذا الدواء قاعد يسبب لهم عرض معين فدائما ننصح يعني اللي قاعدين يرعون كبار السن يعني لا تهمل اذا كبير السن كان عنده عرض معين مو قادر يستحمله او اذا استجد عنده مرض معين او عرض معين اسف ممكن انه يؤثر على حياته فالعياده المتخصصه لكبار السن تقدم خدمات جدا كثيره وجميع الادويه متاحه ايضا مثل ما ذكرت قبل شوي الجانب النفسي جدا مهم في كبار السن يمكن كبار السن لازم ان احنا ما نحسسهم ان أهما عاله على المجتمع وما نحسسهم ان أهما في ضعف ان او انهم مو قادرين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي دائما ننصح احنا اللي يرعى كبير بالسن انه هو يعزز عنده ثقته في نفسه من خلال انه يخليه يعتمد على نفسه سواء في الاكل، يعتمد على نفسه في تغيير الملابس، ودائما احنا لازم نحرص على ان المكان اللي يكون فيه كبير السن يكون مهيئ له، انه يكون يعني لا سمح الله اذا في كبير السن عنده مشاكل بالنظر، ان المكان يكون يعني امان له ما في اماكن لا سمح الله ممكن يتعرض فيها الى حادث الا وقوع او الى كسر عسكم الله الحمامات تكون مهيئه لهم على اكمل وجه حركتهم لا سمح الله هم محتاجين الول هم محتاجين احد يساعدهم فالامور هذه كلها جدا مهمه يعني فالعلاج مو بس فقط في العياده العلاج يبدي من الرعايه داخل المنزل وايضا احب اذكر ان وزاره الصحه الحمد لله رب العالمين قاعده تقدم خدمات اللي هي زياره كبار السن او طريحين الفراش، فكثير كثير من الناس ما يعرف هذه المعلومه، في كثير من اولياء الامور او نقول كبار السن ما يقدرون يروحون المستشفى، فوزاره الصحه قدمت خدمه اللي هي الزياره المنزليه لكبار السن، من خلالها نشوف نراجع الادويه، اذا لا سمح الله هل هو يشكي من مرض معين او عارض معين ونسوي له التحاليل الدم الشامله فجدا مهم ان الشخص يراجع وان هو يسوي التحاليل اساس احنا نتجنب حدوث اي عرض او مرض جديد يستجد معهم وكذلك دائما ان احنا نحرص ان هناك تطعيمات وقائيه دائما احنا نشجع اولياء الامور وكبار السن واي فئه بالمجتمع انهم ياخذون هذه التطعيمات، وايضا هنالك فحوصات لعديد من السرطانات ان الواحد لازم يعني خصوصا كبار بالسن هم معرضين انهم لا سمح الله يتعرضون الى نوع من انواع السرطانات، سواء الرجال او النساء دائما نحرص انهم يسوون الفحوصات وياخذون التطعيمات بشكل دوري، بالنهايه كبار السن هم الخير والبركه وصحتهم جدا مهمه وتهمنا فدائما حرصوا ان انتم الى العيادات الخاصه في مراكز الرعايه الصحيه وعياده كبار السن على اساس احنا نطمن على صحتهم ان شاء الله يا رب يكون موضوع حلقتنا اليوم نال على اعجابكم وبدنا الله ان شاء الله نلتقي معاكم في حلقه جديده من برنامج صحتي في رمضان